أكدت اللجنة الفرعية حول الإرهاب في مجلس النواب الأمريكي أهمية محاربة التطرف الذي يتيح القتل، مشيرة إلى دور مصر البارز في هذا الصدد، وذلك من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعوة إلى الإصلاح وتجديد الخطاب الديني وما تقوم به المنابر الوسطية في مصر ممثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وذلك لرفض دعوة الإرهاب. العد التنازلي لنهاية الدعم الدولي لتنظيم الإخوان الإرهابي قد بدأ، هذا ما أكده موقف أعضاء بمجلس النواب الأمريكي من تنظيم داعش بأنه امتداد فكري للإخوان. اللجنة الفرعية لمحاربة الإرهاب في مجلس النواب الأمريكي أشادت بمحاولات مصر المستمرة في محاربة الإرهاب وتأكيد الرئيس السيسي دائما بالضرب بيد من حديد لكل محاولات الإرهاب الفاشلة لزعزعة الاستقرار. هو ما دفع المتحدثين بمطالبة الإدارة الأمريكية بأن تتخذ مواقف أكثر قوة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، بأن تدعم مبادرة مصر بتشكيل قوة عربية مشتركة وأن تساهم في كل ما من شأنه تقويض أيديولوجية التطرف، مؤكدين أن فكر داعش ليس بجديد حيث وضع تنظيم الإخوان الإرهابي الأساس الفكري لجميع التنظيمات الإرهابية التي ظهرت فيما بعد. محاربة الإرهاب فكريا استحوذ على اهتمام أعضاء الكونغرس الذين أشادوا بدور الأزهر والمؤسسات الدينية المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرف وتوضيح الصورة السمحة للإسلام الصحيح.